لما تشتغل تنوي تبقى اشطر واحد. اوعى تنوي تبقى واحد من الناس، اوعى. لا اوعى تبقى خايب. ناوي كده عينك ابقى اشطر واحد. لازم. وعايز اقول كلمة مهمة، اشطر واحد يا دكتور ما انتوا خدتوا خلاص كل حاجة. لا يا حبيبي، الكراسي، الكلام ده غير مهم قوي، الكراسي الكبيرة لسه فاضية. ايه معنى اللي بقوله؟ ادي اي اكزامبل يا فندم، اي اكزامبل باي حاجه طبيه شهيره جدا امتياز يعالجها. مثلا دايابيتس، عنوان هايبرتنشن، واحد قريبك عنده ضغط عالي، قول كده اروح لمين؟ واسال 50 60 70 واحد 100 واحد، هتلاقيهم في الاخر بيلفوا حوالين خمس ست اسماء. يعقول ده احنا القاهره معرفش كام مليون، مثلا 10 مليون القاهره الكبرى، القاهره والجيزه، وبنتكلم في 7 8، ولو انت المحافظة تلاقي اسمين ثلاثة، طب ده المحافظة دي 2 مليون. أنا محتاج كام كرسي كبير لـ 2 مليون؟ 6 7 8 9. إذا فكثير يا فندم من الكراسي الكبيرة لسه فاضية. مستنية حضرتك، مش محتاجين نقتل الموجودين دول ولا نخلص منهم ولا نسمهم. خالص. وهم قاعدين على كراسيهم، في كراسي كتير فاضية موجودة مستنياك. النهاردة الأوائل. في كثير من مجالاتنا لسه بنتكلم امبارح مع مجموعه من زمايلنا من تلامذتي انا. من الجيل اللي طالع، اساتذه مساعدين واساتذه جداد. هم الاوائل في الحاجات اللي دخلوا فيها. فيا حبايبي الكراسي الكبيره لسه فاضيه. فمن دلوقتي انوي تبقى احسن واحد كطالب عشان لما تتخرج تنوي تبقى احسن دكتور، مش واحد من الناس. جمله بعد كده، ما شفتش واحد مجتهد ومش ناجح. أقول كلمة تانية ومش غني. ما شفتش واحد مجتهد إلا بقى ناجح وغني كمان. بس أوعى تشتغل عينك على الفلوس أبدًا. اشتغل عينك تبقى ناجح والفلوس هتيجي. هتيجي والنجاح هيجي والشهرة هتيجي، بس تبقى أنت مجتهد.